نتيجة الاحتباس الحراري تزهر النباتات قبل وقتها، مما يسبب فرح تعطيل دورات تغذية الحيوانات والطيور. تقرير يلقي الضوء. حذر علماء بريطانيون من أن ارتفاع درجات الحرارة بات يتسبب في إزهار بعض النباتات قبل شهر تقريبا من موعدها الطبيعي، لكن هذا الإزهار المبكر شتاء يمكن أن يجعلها عرضة للتلف بالصقيع، ما يعطل السلسلة الغذائية للحيوانات والطيور. ورصدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية تسجيل أكثر من 400,000 حالة إزهار لحوالي 400 نوع من أنواع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات المتسلقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ووجد الباحثون أن متوسط تاريخ التزهير الأول بين عامي 1987 و2019 هو 30 يوما قبل متوسطه في الفترة بين 1753 و1986. في هذا السياق وصف الأستاذ أولف بونتيكن الذي قاد الفريق البحثي النتائج بالمثيرة للقلق بسبب التهديدات البيئية التي يشكلها الإزهار المبكر. فمن الممكن أن يؤدي الصقيع المتأخر إلى قتل أو إتلاف النباتات التي تزهر مبكرا، لكن على الرغم من ذلك أكد الباحثون أن التهديد الأكبر ينعكس على الحياة البرية كالطيور والحشرات التي طورت مراحل تأقلمها تزامنا مع إزهار النباتات وحملها للثمار التي تعتمد عليها الطيور والحشرات للبقاء على قيد الحياة. وإذا ما تعطلت دورة النبات هذه فإن النتيجة ستؤدي إلى ما وصفوه بعدم التطابق البيئي. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد كشفت في يناير كانون الثاني الماضي أن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق عالميا، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية حوالي 1.11 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وللمزيد من المعلومات نستضيف من عمان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية السيد عمر شوشان. سيد عمر صباح الخير. صباح الخير. يبدو أن كل شيء في هذا الكون يتأثر بالاحتباس الحراري والتغير المناخي، النباتات والحجر والإنسان وكل شيء. قل لنا، هل هناك من نباتات وأزهار معينة تتأثر بالاحتباس الحراري؟ وهل فعلا يمكن أن يؤثر التغير المناخ في لون الأزهار ولون الحيوانات أيضا؟ بلا أدنى شك بأن الاحتباس الحراري والتغير المناخي بشكل عام يؤثر على منظومة التوازن البيئي بشكل كلي، سواء على النباتات وأيضا الأحياء البرية ويعني الأنواع الحيوانية بمختلف أشكالها. فيما يتعلق في الإزهار المبكر، نعم هي يعني نتيجة ارتفاع لدرجات الحرارة خاصة في المناطق المرتفعة التي تشهد معدل منخفض إلى حد ما أو معتدل في درجات الحرارة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على دورة الحياة في الزهرة أو الأنواع النباتية، وهذا يؤثر أيضا بشكل رئيسي على الأحياء البرية المعتمدة على هذه الأزهار. وأنا أضرب مثل فيما يتعلق في النحل، النحل الذي يحتاج إلى كميات من يعني الرحيق لإنتاج العسل، وهي مادة ذات قيمة غذائية عالية. فلذلك نعم هناك ارتباط مباشر ما بين ارتفاع وانخفاض ايضا درجات الحراره فيما يتعلق في يعني زياده في معدلات الازهار او ابطاء في يعني عمليه الازهار. فنشهد بان هناك ارتفاع درجات الحراره في الصيف او في بدايه يعني فصل الربيع، هذا يؤثر بشكل كبير على عمليات التمثيل الضوئي، وايضا فيما يتعلق في المناطق الدافئة أصبحت تشهد موجات من الصقيع، وهذا يؤثر على النباتات وما يؤثر أيضا على منظومة الأمن الغذائي بشكل كامل. يعني لا شك أن هناك تأثير، وكل هذه الأمور ربما مرتبطة ببعضها البعض، ولكن ما هي المخاطر الفعلية أو هل من مخاطر فعلية قد تنعكس على دورة الحياة بشكل عام برأيك؟ طبعا بكل تأكيد يعني هناك يعني مؤشرات إلى خلل في التوازن البيئي
العالمي، وهذا يؤثر على هجرة الكائنات الحية مثل الطيور التي تعتمد بشكل مباشر على النباتات كمصدر للغذاء. أيضا النباتات تتأثر بشكل كبير فيما يتعلق في الآفات التي تتعرض لها هذه النباتات، خاصة بارتفاع درجات الحرارة. هناك أعشاب ضارة تؤثر أيضا على النباتات بشكل مباشر. وما يهمنا أيضا كبشر، هناك علاقة ما بين الإزهار والأمراض التنفسية، وهذا يؤثر على الإنسان بشكل مباشر، خاصة ممن يعانون من الأمراض التنفسية في مواسم الإزهار للنباتات. ويعني أشير إلى أهمية موضوع الأمن الغذائي، لأن يعني أي ارتفاع في درجات الحرارة أو انخفاضها عن معدلاتها بشكل غير مسبوق، هذا يؤثر على الإنتاج المحاصيل، ومما يعني يكون هناك أيضا يعني عواقب على سلاسل التزويد للقيم الغذائية. نعم. طيب سيد عمر، وصفنا الواقع الخطير والذي يمكن أن يتفاقم أكثر، ما هي الحلول؟ كيف يمكن التصدي لهذا الأمر إن كان على صعيد حكومات أو على صعيد أفراد؟ وأين نحن من هذا الموضوع في الوطن العربي؟ درجة الخطورة في العالم العربي. نعم، بلا شك بأن يعني العالم الآن يضع هذا الموضوع على محمل الجد. هناك اتفاقية دولية المعنية في التغير المناخي، مطلوب من الدول خفض انبعاثات الكربونية التي تنطلق إلى الغلاف الجوي وتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. مطلوب من هذه الدول أن تلتزم بمقررات هذه الاتفاقية، وما نتج مؤخرا في اسكتلندا، يعني عندما اجتمعنا لوضع خارطة الطريق للهجرة من الوقود الأحفوري والاعتماد على هذه المصادر الملوثة للغلاف الجوي. أيضا يجب أن يكون هناك إجراءات تكيف لدى القطاعات الزراعية، والحكومات يجب أن تدعم المزارعين بشكل مباشر حتى يتمكنوا من خفض المخاطر والمهددات للقطاع الزراعي بشكل عام. شكرا لك رئيس اتحاد الجمعيات البيئية السيد عمر شوشان، حدثتنا من عمان.